الثاني بياخد 4 مليون، الثالث بياخد 2.5 مليون، الرابع بياخد 2 مليون. احنا الحمد لله رب العالمين يعني وصلنا لل يعني worst case scenario ان شاء الله ناخد 2 مليون. والله ربنا عالم بينا، ربنا عالم بينا. لا عيط يا خالد، ربنا عالم بينا ايه يعني؟ والمصحف ربنا عالم بينا يا عم. ال 2 مليون دول كنتوا مزنوقين فيهم يعني؟ احنا مزنوقين على طول، مصر كلها مزنوقه في الدولارات يا عمرو، احنا هنتكلم ونقول ايه يا عم؟ فالحمد لله رب العالمين ان النادي الاهلي اهو بيجيب يعني ريسورسز او بيجيب ريفينيو من بالعمله الصعبه، ودي هي فرصه برضه يبقى معاكم دولارات تدفعوا غرامه كهرباء. احنا عايزين ندفع الاول المرتبات بتاعتنا، احنا عندنا مرتبات فوق ال 800 900 الف دولار كل شهر ما بين لعيبه وما بين مدربين، فاحنا عندنا التزامات كبيره. طب وكهرباء اخباره ايه؟ لعب اهو النهارده زي الفل الحمد لله. طيب اهو شكله هيكمل للاخر. انا قلت لك انا يمكن انا كنت عملت مداخله مع يعني مع الاخت الفاضله الجميله لميس الحديدي، وقلت لها غالبا ان هو الفيفا هيديله فرصه ان هو يعني يقسط، لان طبعا مبلغ كبير ودايما الفيفا بيبقى في ظهر اللاعب علشان يقدر، ما هو النهارده لو ما لعبش مش هيديله فلوس فمش هيقدر يدفع، فبالتالي لازم يبقى فيه نوع من الكومبرومايز يعني. وان شاء الله خير يعني. كهربا الحقيقه من اللعيبه اللي قعدت 6 اشهر وعارفه انه مش هيلعب لكن بياكل النجيله، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمه. كميه اكل نجيله في النادي الاهلي جامده جدا. هي النجيله الاصل يا باشا، نجيله النادي الاهلي. أيوة. هي اللي بتعمل روح الفانيلا. مبروك النجيله الجديده بتاعت الاستاد بتاعكم. يلا شكرا ليك والف مبروك، وننتظر منكم اداء مشرفا للنادي الاهلي وللكره المصريه. شكرا ليك يا رب يا عم. تسلم لي يا حبيبي، مع السلامه.